صداع اعلامي كبير وكبير جدا. كيليان انشانتي ويلكم. Thank you. It's a great pleasure to have you with us in here. Hope you're enjoying your time in Dubai. استمتع وقتك في دبي. أنا استمتع كثيرا. استمتعت كثيرا مع عائلتي. الأجواء والطقس رائعة هنا وأنا سعيد بتواجدي هنا في هذه الليلة في الهواء الطلق ومع كل الأساطير وكل اللاعبين في هذه الليلة. You have memories. لديك ذكريات هنا في هذا البلد مع أخيك. Yes. نعم. You came here when How old were you? كم كان عمرك عندما جئت إلى هنا؟ 14. كنت في 14. وجئت لمدة أسبوع لكي أشاهد بعض المباريات. كان رائع. Back then you weren't the player who you are now. الآن ترجع really astonishing. Reaching this level. جميل ورائع أن تصل إلى أعلى مستوى احترافي كلاعب في عمر شاب. عيد ميلاد سعيد. لا مسيرة طويلة وأعتقد ولكن لدي أيضا مسيرة طويلة أخرى لكن علي أن أركز أهدافي مع فريقي ومع منتخبي أيضا ولكن عندما أشاهد في البيت ما قمت به أكون أكثر فخرا أنت الآن مع أسماء كبيرة فازوا بكأس عالم وأنت تفوز ب 18 أنت تفوز بكأس العالم هناك لاعبين في مسيرة كبيرة وأنت في باريس سان جيرمان مع ميسي وكثيرين من النجوم كيف هذا يساعدك لكي تنضج أكثر في زمن في عمر صغيرة وشابة عليك أن تبدأ وفي مسيرتك الكروية وتكون ذكيا وتكون أيضا ناضجا في وقت مبكر وتكون دائما جاهزا لصنع الفارق وهذا ما أود دائما القيام به أن ألعب مع هؤلاء النجوم وأنا سعيد بتواجدي معهم لكي نقضي سنة ممتعة مع ميسي وأيضا وفزنا بالبطولة وسنلعب في تشامبيونز ليج ضد ريال مدريد عندما تتحدث مع اللاعبين زبير الذي قضى وقتا كثيرا وكبيرا في البوندسليغا وسعيد جدا أيضا بالنسبة لك أن تسير على نفس المنوال كنجم نعم أيضا أنا سعيد بتواجدي هنا ومقابلتك أيضا وأتمنى أن نقضي أمسية رائعة وأنا سعيد بتواجد ولقائي هذه السنة مليئة بالتحديات وبدأت بالتحديات وتستمر مع على هذه المنوال خاصة عندما تلعب في فريق مليء بالنجوم الناس يتكلمون كيف من الصعب أن تتفاهموا مع بعض البعض خاصة النجوم وتجدون النسق وخاصة عندما كل لاعب يريد أن ينجم كيف تتعاملون مع هذا الوضع نحتاج لوقت نحتاج الوقت ليس فقط لوجود كثير من النجوم في الفريق لكننا نحتاج لوقت وليس هناك عصا سحرية علينا أن نتأقلم هناك ميسي يريد أن يتأقلم أيضا أعتقد من السهل بالنسبة لنا عندما يتواجدون نجوم ولاعبون جيدون أن نستطيع أن نتناغم أنت أحد المرشحون للكرة الذهبية وأيضا أفضل 10 لاعبين وأنت راضي أعتقد وأن ربما تكون في أفضل مكانة وأعلى أعتقد بأنني مع المرشحين سعيد لكن أنا مسألة إجراءات وعملية وقت الألعاب وأفوز ببطولات وأفوز أيضا بجائز من الناحية الجماعية ومن الناحية الفردية أيضا المباراة القادمة في تشامبيونز ليج ستكون مع ريال مدريد كيف أنت متحمس للعبة هذه المباراة أنا دائما متحمس للعب دوري أبطال أوروبا مباريات كبيرة الجميع يتفرج عليها ويشاهدها وأنا جاهز للقتال مع فريقي وسنلعب من أجل الفوز والتأهل فخور جدا وشرفني شكرا جزيلا لك واتمنى لك حظا سعيدا شكرا كيليان الكرام الموهبه العالميه يستحق هذه الصوره مع زبير ما يفوت ابا جادور السلم جادور
J'adore la personne et puis le joueur, ça c'est clair. Merci. Thank you. Merci. Thank you.